سنه مرا سنه كنحاولوا نجتهدوا مع الشركاء ديالنا مجلس الجهه مدينه الرباط باش يكون واحد يعني معرض اللي كيحترم اولا المعايير الدوليه والوطنيه باش يكون هناك حضور وقبول اولا من الناشرين الدوليين وبالطبع باش نجاوبوا مع انتظارات المواطنات والمواطنين. هذه المعرض كنعتبروا احنا حفل ثقافي حفل للقراءه وللكتاب هو فرصه للقاء بين المواطنات والمواطنين والكتاب والكتاب